لو ضيوفنا الاعزاء كل واحد يتكزز مكانه بقى كده مع الاسلوب عايزين الهدوء كده عشان يطلع حاجه جميله. لقاؤنا الان مع النجم الكبير نجم الشباب الفنان مصطفى قمر. يوسف
الفل عليكم. منورين. حبيب قلبي درش. ألف مبروك يا درش حبيبي. أنا النهاردة في فرح ولادي. ويعني مبسوط من كل قلبي. ودرش ده أبو جدعانة وأخويا. تحية كبيرة للأستاذ مصطفى كامل. حبيب الغالي. يلا هنغني مع بعض ها جاهزين؟ ودادي صالحني وقعدت يا بنت عيل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة حق عليا ودادي صالحني وقعدت يا بنت عيل فيا وتقول اسفة انا الغلطانة حق عليا حلوة قوي المرة غير كل الايام غير كل الايام
درس، عايزين درس، درس. خلي بالكم اي واحد عايزين، ايوه اتفضل تحت. سالفه جامده قوي قوي قوي. انت فين يا غاده؟ يا غاده مراتي فين؟ فين مراتي؟ وديتوها فين؟ يا غاده انت فين يا غاده؟ يا غاده حاضر؟ انت فين؟ عايزه تيجي ولا ايه؟ تيجي تعالي، هات احمد، هات ثلاثه. طيب انا دلوقتي درش، دلوقتي درش اهو. عايز اقول لكم الدرس ده والله العظيم بجد من اجمل واجدع ناس اللي ممكن تقابلوها في الدنيا، مش في مصر الفن. والله العظيم اجدع شخصيه في الدنيا، والله العظيم بحب حب، يعني ما عندكوش فكره، احنا اخوات بقالنا سنين وعشره عمر، واولاد اولادي، وانا النهارده موجود بجد بصفتي ان الفرح ده بتاع اولادي. فانا عايز اغني للدرس، كلنا نغني للدرس. يا تقولوا لي الاغنيه دي غنوها لي، بس انا هغنيها له النهارده. هنقول له يا مصطفى يا مصطفى.